بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام في كل مكان، وأدعو المولى سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وأسعد حال وكل الناس الطيبين. موعدنا المتجدد مع الخواطر والتأملات والأفكار المتعلقة بطوفان الأقصى، والعنوان الرئيسي لهذه الخواطر والأفكار طوفان الإسلام وتجديد الرسالة. موعدنا اليوم مع الخاطرة الخامسة، وهي تتعلق بموضوع مهم جدا، وهو خاص بالصبر وما نراه من آيات الصبر الكبيرة العظيمة المؤثرة فينا جميعا من أهل غزة، وكل يوم بنتعلم منهم دروس كتيرة. وزي ما اتفقنا في البداية إن الخاطرة أو الخواطر والتأملات والأفكار نابعة من إعادة تدبر آيات الذكر الحكيم للأحداث الجارية التي تحدث حولنا ونراها رأي العين، وبالتالي يجب أن يكون عندنا تدبر مرتبط بهذه الأحداث، لأن القرآن زي ما قلنا سبحان الله متجدد، وأحداث السابقين نراها في اللاحقين، وإن لم نتدبر هذا فيعني يرحمنا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتهادنا في هذا الأمر اجتهاد مقبول، وعمل إن شاء الله تعالى يرضي رب العالمين عنا، وزيادة في فهم أمور ديننا على قدر استطاعتنا. احنا قلنا إن احنا مش علماء في الشريعة أو في العقيدة كالعلماء الأفاضل المتخصصين في هذا، ولكننا بنستشعر زي ما قلنا القرآن بقلبنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن للعالمين ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبالتالي تدبرنا على قدرنا البسيط جدا، وزي ما قلت بنشارك مع بعض هذه المشاعر في الأحداث الجارية. طبعا احنا عندنا حدث كبير حصل هذا الأسبوع بيجدد مفهوم الصبر عندنا، المعروف بصبر أيوب، وصبر أيوب ذكر في القرآن الكريم وكان مثل لعباد الله الصابرين، وما نراه من صبر أهل غزة مثال حي لنموذج صبر أيوب الذي لم نراه. سمعنا عنه في القرآن الكريم، سمعنا قصة سيدنا أيوب وكيف صبر على الابتلاء العظيم لسنوات طويلة جدا، وربنا سبحانه وتعالى في النهاية ذكره في القرآن وأعطاه الجزاء الذي ذكره رب العالمين في القرآن، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبالتالي ما نراه من صبر أهل غزة في هذه الملحمة العظيمة جدا، وهي ملحمة من ملاحم الصبر الذي لا يستطيع أي إنسان أن يصل إليها بسهولة، فيجب أن نتدبر هذا الأمر. صبر أخونا وائل الدحدوح نموذج لهذا الصبر الذي يعني يقوم به عشرات الآلاف من أهل غزة. احنا بنتكلم على 2 مليون محاصر في غزة، بيتعرضوا لكل أنواع البغي والطغيان والعدوان والقتل والتشريد والجوع والحصار، كل حاجة، كل حاجة، ما فيش حاجة ما تعرضوش ليها. وبالتالي احنا بناخد نموذج صبر وائل الدحدوح لأنه الأشهر في الإعلام، ورجل نحسبه على خير وربنا يربط على قلبه وعلى كل الصابرين من أهل غزة، في فترة زمنية قصيرة فقد عائلته. طبعا في ناس كتير فقدت عائلتها بأكتر من كده، ولكن الإعلام لم يسلط عليها الضوء غير في المعلوم العام لما يتعرض له أهل غزة. ولكن صبر وائل الدحدوح كان بالنسبة لنا نموذج لأن احنا نستوعب كلمة الصبر، وعايزين نفهم كلمة الصبر.
وده الغرض من هذه الخاطرة المهمة جدا، تدبر آيات الصبر في القرآن وما معنى الصبر. لأن احنا مفروض بعد ما اللي احنا شايفينه ده مفهوم الصبر عندنا نعرفه ويتغير، لأن احنا ما بنصبرش على حاجات بسيطة جدا وفي العرف العام بنسميها حاجات تافهة، فما بالكم بآية الصبر أو آيات الصبر التي نراها في أهل غزة. طبعا هنبدأ بصبر أيوب كما ذكر في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. تمام، ده ذكر الصبر لسيدنا أيوب. ربنا سبحانه وتعالى وجده صابرا على البلاء فأثنى عليه وقال نعم العبد، سبحانك يا رب، يا رب اجعلنا من عبادك المقبولين الصالحين المصلحين وكل من يرانا ويسمعنا وأهلينا وذريتنا وأهل غزة زدهم من فضلك يا رب ونحن معهم وآبائنا وأمهاتنا وكل المسلمين، إنه رجاع إلى طاعة الله. رجاع يعني أواب، أواب يعني بيطيع الله رغم ما هو فيه، وده اللي بيحصل وبنشوفه في أهل غزة. أخونا وائل الدحدوح النموذج اللي قلنا عليه، احنا بنقول بقى يعني أهل غزة إذا كان يجوز لنا هذا التعبير، ونسأل الله أن يسامحنا ويغفر لنا إن كنا بنشبه هذا التشبيه، يعني أهل غزة وائل الدحدوح، وائل الدحدوح هم أيوب هذا الزمان. لأن احنا بنشوف المثل اللي احنا سمعنا عنه مش متخيلينه، بس احنا لما هنشوفه ونستوعبه هنفهم هذا الرجل تحمل ايه، وعشرات الالاف من الاهالي والمشاهد اللي احنا بنشوفها كل يوم لمدة 95 يوم النهاردة صبروا قد ايه. طب ما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ وده مهم جدا ان احنا عايزين نفهمه. الصبر في الشرع هو حبس النفس على طاعة الله، ده رقم واحد، ده نوع من انواع الصبر. النوع الثاني اجتناب معاصيه. النوع الثالث عدم التسخط على قضاء الله وقدره. ومصدرنا طبعا اسلام ويب، وجزاهم الله خير على المجهود ونشر المعارف الدينية اللي احنا بنتعلم منها. نرجع تاني، الصبر في الشرع باختصار ثلاث انواع: حبس النفس على طاعة الله، وده طبعا زي ما احنا عارفين طاعة الله في ايه؟ في الاوامر والنواهي. طيب طاعة الله في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في أداء كل مطلوب مننا، يبقى ده بنحاول إن احنا نطيع الله ونصبر مع أنفسنا، بنقوم الفجر نصلي، بنتوضأ في الساعة في الشتاء رغم توافر إمكانيات معينة عند بعض الناس، بنصوم في رمضان في الصيف، رمضان في الشتاء، يعني ده صبر على طاعة الله. وحبس النفس على طاعة الله يعني الإنسان بيجاهد نفسه إن هو يمشي في طاعة الله. النوع الثاني اجتناب معاصي. طب النوع الاول مش هو النوع الثاني؟ لا، كما فهمت من الشرح ان النوع الثاني انك ممكن تكون بتعمل صبر على طاعة الله اللي هو النوع الاول، لكن لا تجتنب المعاصي، يعني بتصلي في المسجد وتخرج من الصلاة ترتكب المعاصي. الصلاة حاجة واللي انت بتعمله حاجة في حياتك، بتكذب، بتغش، بتسرق الناس، بتفسد في الأرض، ده وارد وبنشوفه حوالينا كتير للأسف الشديد. وبالتالي الدرجة التانية إنك تجتنب المعاصي، يبقى بتطيع، صابر في الطاعة وصابر في اجتناب المعاصي، تكون قدامك مغريات وتبعد عنها وقدامك فتن وتتجنبها، وده طبعا درجة عالية جدا. ثم الدرجة التالتة عدم التسخط على قضاء الله وقدره. قضاء الله وقدره نافذ 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 نافذ، يعني هيحدث هيحدث، ليس لك من الأمر شيء. وبالتالي صبرك هنا هو صبر على ما كتبه الله لك، وإن أنت بتحتسب عند رب العالمين ثباتك ورسوخك، وإنك تكون أواب زي سيدنا أيوب راجع لطاعة الله، تحمده وتشكره على ما ابتلاك به رب العالمين كما يحدث مع أهل غزة. وبالتالي هذا النوع الثالث من الصبر يقال في التفسير اللي أنا قريته أو التفسيرات اللي أنا قريتها هو الأقل درجة من النوعين الأولانيين، لأن زي ما بقول أو زي ما التفسير بيقول إن القضاء والقدر حادث حادث،
مكتوب مكتوب، وبالتالي انت مش هتعمل فيه حاجة. لكن في النوعين الاولين من الصبر انت عندك الاختيار، وعندك الـ زي ما بقول ربنا سبحانه وتعالى قال يعني وان ليس الانسان الا ما سعى، يعني انت هتسعى في الخير، هتسعى انك تهدي نفسك، هتسعى انك تصلح نفسك، تقوم نفسك، بتعمل الطاعات، بتقوم نفسك، تتجنب المعاصي. فهنا في مجاهده مع النفس، وده الاعلى زي ما بيقولوا في الصبر، انك تصبر على الطاعه لطول عمرك وتزيد، ثم تيجي في المرحله اللي ربنا بيبتليك ويختبرك فيها هتصبر على الايه، قضاء الله وقدره. وأهل غزة صابرين صبر شديد جدا. والتلات أنواع من الصبر أنا عن نفسي شايفهم في أهل غزة، حابسين نفسهم عن نفس طاعة الله، بيقروا القرآن، بيحفظوا القرآن، بيساعدوا بعض، بيتجنبوا المعاصي في عز الأزمة اللي هم فيها دي، ما في حد بيسرق، ما في حد بيعمل شيء يغضب رب العالمين في القول، في ثبات غريب حتى الأطفال. ثم الرضا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى في ايه؟ في ان هم بيقولوا دايما وابدا الحمد لله، وشفنا مشاهد كتير في هذا الامر. نيجي للصورة او الايات الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها كلمة الصبر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اصبر الحكم ربك. فعندنا امثلة كتيرة طبعا من الايات اللي فيها الصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، في سورة الطور. يعني سبحان الله، ربنا بيقول إن الصابرين متمثلين في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اصبر لحكم ربك أيا كان الحكم فإنك بأعيننا، يعني في حفظ الله، وسبح بحمد ربك. يبقى احنا كمان نتذكر ان مع الصبر في تسبيح بحمد ربنا، فبنقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وده مهم جدا، ربط التسبيح بالصبر على قضاء الله وقدره. الآية الثانية، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مغزوم، قصة سيدنا يونس صاحب الحوت. وربنا بيدي مثال وبيذكر بقصة سيدنا يونس وقصة الحوت، وإن هو يعني ما صبرش على حكم ربنا وعلى إزاء قومه له، وخرج غاضبا، وبالتالي كان الابتلاء بالغرق، ومش الغرق، ابتلاء الحوت له، ثم ربنا نجاه لما تذكر وسبح ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونربط ده بالتسبيح بحمد ربك حين تقوم. ده مجرد اجتهاد مني واستشعار لهذه الآيات اللي لها علاقة بالصبر. والآية الثالثة، فاصبر حكم ربك ولا تطع منهم إيه آثما أو كفورا. يبقى هنا في سورة الإنسان الصبر لحكم ربنا في عدم طاعة مين؟ الكافرين والمنافقين والخونة والمفسدين. ربنا قال وحذرنا منهم، وشايفينهم رأي العين في أحداث غزة، وبالتالي احنا مطالبين ان احنا ما نطيعهمش في اي فساد بيتكلموا فيه، واي نوع من انواع الحاق الهزيمة بالمسلمين، او الضرر بالمسلمين، او المكر بالمسلمين، او الكيد للمسلمين، وده كله شايفينه، وبالتالي مش هنطيعهم ابدا. طالما احنا شايفين الحق فين، هنصبر على البلاء العظيم اللي احنا فيه، والجهاد الكبير اللي صابرين فيه اهل غزة والمقاومة، عشان ما يطعوش الخطط اللي عمالة تحاك حولهم من تهجير واضعافهم واستسلامهم وتسليم سلاحهم، وان هم يتحكموا بناس غيرهم، اشياء كثيرة جدا. وبالتالي الصبر الحكم رب العالمين مفتاح كبير جدا جدا نستلهمه من صبر اهل غزة والنموذج أخونا وائل الدحدوح. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من السكينة، مزيدا من الصبر الجميل، ومزيد من الربط على قلوبهم، لأنهم بيتحملوا ما لا يتحمله الجبال. هنستكمل مع بعض في الشريحة الثانية، والله المستعان. نستكمل مع بعض متابعينا الكرام
خاطرة الخامسة الخاصة بآيات الصبر التي نراها في أهلنا في غزة، جزاهم الله كل الخير. هنستعرض سريعا مع بعض بعض المعلومات المهمة الخاصة بكلمة صبر، وكم عدد المرات التي وردت فيها في القرآن الكريم، ووردت بأي صور وبصيغة اسم أو فعل أو مبالغة، زيادة تفقه في آيات الله ذكر في آيات الذكر الحكيم. وزي ما قلت نستحضر مع بعض الحدث اللي بيحدث معانا في غزة والصابرين فيها. زي ما بنقول كده مصدرنا إسلام ويب، مادة صبر اللي هي الكلمة الخام الكلمة الأصلية للصابرين والمصابرين وصبار وكل ده المادة الكلمة وردت في القرآن في 103 موضع، وجاءت في 41 موضعا بصيغة الاسم. والمثال عندنا قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة، ثم بعد كده جاءت في 62 موضع بصيغة الفعل صيغة مغيرة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا في نهاية سورة آل عمران. وهنتعرض عليها ونتعرض لهذه الكلمة اللي هي صابروا فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم جاءت مادة صبر بصيغة الفعل الماضي المفرد، شوفوا الدقة، حيث تكررت 19 مرة، منها قوله تعالى واصبر على ما أصابك في سورة لقمان وهو بينصح ابنه، وتكررت بصيغة جمع المذكر السالم 18 مرة، منها قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين، يا رب يا رب كن معهم ومعنا يا رب العالمين، ولا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، ولا تتركنا لأحد يتجهمنا بأي سوء يا رب العالمين. وتكررت بصيغة المبالغة 4 مرات، منها قوله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار فعال للصبر وشكور في نفس الوقت. وختمت بها 4 آيات اللي هي صبار شكور في سورة إبراهيم سورة لقمان وسورة سبأ وسورة الشورى. وزي ما هتدخل الملخص للأربع آيات اللي هي خواتيم سورة خواتيم الأربع سور، سورة إبراهيم سورة لقمان سورة سبأ سورة الشورى، اللي ذكر فيها المبالغة أو ذكر كلمة صبر بصيغة المبالغة، إن ذلك لآيات لكل صبار شكور، وبرضو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني آيات الله و رسالات الرسل بربنا سبحانه وتعالى، بنقول أذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني الصبار مبالغة في الصبر. وأنا أعتقد إن أهلنا في غزة وكل المرابطين هم من إن شاء الله تعالى ينطبق عليهم هذا اللفظ وصيغة المبالغة كل صبار شكور وربنا تقبل منهم. يبقى لغاية دلوقتي إحنا بنحاول نجمع المعلومات على كلمة الصبر ومعناها وكم مرة ذكرت في القرآن وبأي صيغ ذكرت، حتى إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمزيد من الصبر الجميل. وعذرا أنا بحاول أسرع في الكلام عشان ما يبقاش الفيديو طويل على أحبائنا الكرام. إن شاء الله تعالى في هذه الشريحة الثالثة الخطيرة الخامسة الخاصة بصبر أهل غزة، بنستعرض مع بعض الآية الكريمة في خاتمة سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنا اخترت الآية دي بركز عليها شوية، ليه؟ لأن كان عندي تساؤل بيني وبين نفسي، ما هو الفرق بين اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا. فطبعا لما كنا بنقراها قبل كده بدون أحداث حوالينا لمعنى الصبر، كان بنعتبر أنا عن نفسي بعتبر الكلمتين واحد، يعني إن حصبر ثم زيادة في الصبر شوية.
لكن لما قريت تفاسير وشعرت بقى بأن في أكيد اختلاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى كلماته بالغة وليها معاني اللي يجب أن احنا نتعمق فيها باستمرار، يبقى هنقرأ التفسير اللي موجود في التفسير الميسر: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. طبعا ده نداء المؤمنين، يا رب اجعلنا منهم، أهل غزة إن شاء الله يكونوا منهم، وكل المرابطين والمظلومين. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم. يبقى دي فاكرين النوع الأول من الصبر، تمام، وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء، ده النوع اللي قلنا الثالث، الرضا بقضاء الله وقدر. وصابروا، نيجي بقى لكلمة صابروا، صابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرا منكم. يبقى دي مخصصة أو مركزة على حالات مواجهة الأعداء. حالات مواجهة الأعداء تحتاج مننا نوع من الصبر الزيادة، لأن أعداءنا هم بيبقى عندهم حقد وغل وجلد في الحقدر بينا، ما عندهمش الصبر، ما يعرفوش الصبر، لكن احنا نعرف الصبر، ربنا أخبرنا به في القرآن زي ما قلنا عدد المرات وبصيغة مختلفة، وبالتالي هم بيبقوا يعني زي ما بيقولوا كده ايه بالتعبير العام حريصين ومستموتين على ان يلحقوا بينا الضرر والاذى، لان هم بيحبوا الحياه وعايزين يقضوا علينا. احنا بالنسبه لنا الامر مختلف، الامر عارفين قيمه الصبر وعارفين الجزاء النصر او الشهاده، وبالتالي هنا ربنا بيقول لنا صابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرا منكم وأقيموا على جهاد عدوي. سبحانك يا رب، وهذا ما يحدث من أهل غزة والمقاومة وعدوكم وكل من يخذلهم ومن يخالفهم ومن لا ينصرهم فيخاف عذاب الله بقى. وخافوا الله في جميع أحوالكم، وخافوا الله، وخافوا الله في جميع أحوالكم، رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب يا رب. وبالتالي إحنا هنا زي ما قلنا ده في التفسير الميسر، وحنقول معلومة زيادة: ما الفرق بين اصبروا وصابروا في خواتيم سورة آل عمران؟ في الفعل الأول اللي هو اصبروا، أمر المؤمنين بالصبر على مشاق الطاعات وما يصيبهم من الشدائد، وزي ما قلنا في أنواع الصبر، تمام، الأول والثاني والثالث في البداية. الفعل الثاني اللي هو صابروا، ففيه أمرهم بمغالبة أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب أكثر من صبر الأعداء، وده اللي ذكر هنا. وبالتالي القضية عندنا هنا إن أنت تكون أو أنا أو أي حد فينا يجاهد نفسه بالصبر على الطاعات وتجنب المعاصي، ثم المصابرة أو الصابروا في مواجهة الأعداء كالموقف اللي احنا بنمر به، لأن أعداءنا لن يتركوا فرصة إلا ويحاولوا يلحقوا بنا الأذى، وده ربنا أخبرنا فيه القرآن في أكثر من موضع، وإحنا شايفين كم المذابح وكم الغل والحقد والقتل اللي بيدعمه كل الأنظمة الشريرة في الدول الغربية غير الشعوب، الشعوب مع الحق ومع العدل معظمهم طبعا، لكن القوى الشر بتحاول ان هي تكون متماسكة ضدنا، واحنا يجب ان نكون متماسكين اكتر، لان ربنا معانا سبحانه وتعالى. نستكمل في اخر جزئية في الخاطرة، جزاكم الله كل خير. في هذه الشريحة يعني اخترت ثلاث آيات من ضمن الآيات الكتيرة المذكور فيها الصبر، عشان إن شاء الله تعالى نكون كده متفائلين وحاسين إن الصبر ده فضيلة جميلة جدا جدا، لها جزاء كبير عند رب العالمين. والآية الكريمة أو الآيات الكريمة في سورة البقرة اللي بتتكلم وتتحدث عن الشهداء ومن يقتل في سبيل الله خير مثال لهذا النموذج اللي احنا بنتكلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وهذا ما يحدث مع أهل غزة، هم في بلاء شديد، في خوف، أكيد في خوف، بيتعرضوا له من القتل والتدمير وأصوات المدافع والمفرقعات والطائرات، ومشاهدة كل أنواع الأذى وأشلاء الشهداء، وجوع، محاصرين، مفيش أكل وشرب، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل حاجة ذكرت في هذه الآيات أهل غزة بيتعرضوا ليها، وربنا ينتقم من كل من ساهم في هذا. اللهم انتقم من كل من ساهم في هذا الحصار الظالم الجائر. ثم قال رب العالمين: وبشر الصابرين، تنزل بردا وسلاما على كل من يتعرض لهذا البلاء الشديد، ولمن يقتل في سبيل الله والشهداء وأهليهم. وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقولها بقلبنا وهم بيقولوها بقلبهم، والله بشوفهم بيقولوها بقلبهم، عين الواحد بتبقى الدموع متحجرة فيهم فيها، وهم يقولون إن لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله، ولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين على رحمتك. اللهم يا ربنا اجعل صلواتك عليهم ورحمتك لا تنتهي أبدا يا رب، وافرغ عليهم صبرا جميلا يا رب، وأكرمهم بسكينتك وطمأنينة وطمأنينة القلوب يا رب، واربط على قلوبهم يا رب، وعوضهم خيري الدنيا والآخرة يا رب، وأولئك هم المهتدون. ودي صفة كبيرة جدا، أولئك ربنا شهد ليهم بالهداية، ونحن نشهد ليهم بالصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شهادتنا في حقهم شهادة مقبولة إن شاء الله تعالى. ثم تيجي الآية الجميلة أيضا في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سبحانك يا رب، يا رب الصبر الجميل لأهل غزة ولنا جميعا ولكل المستضعفين والمبتلين من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وده تسلية لقلوبنا وبشارات أيضا، مهما كان الأمر يبدو لنا بعيدا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لا، هو قريب، النصر قريب والفرج قريب، وأمر الله نافذ سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى هيكون الجزاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا رب اجعلنا منهم معهم مثلهم، وأهل غزة والدينا وأهلينا وكل السامعين والطيبين من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما نربط الآيات دي كلها ببعضها، الآيات في سورة البقرة والآيات السابقة اللي ذكرناها، واصبر صبرا جميلا ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني في الآخر خالص مفيش حساب، مفيش حساب، دخول الجنة بلا عذاب أو بلا سابقة عذاب أو بلا حساب، أو رحمة الله واسعة. وبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أهل غزة زي ما قلنا، وكل من صبر ونحن معهم، أن نكون نوفى أجرنا بغير حساب رحمة من رب العالمين. في الشريحة الأخيرة من هذه الخطيرة الخاصة بصبر أهل غزة، بنستحضر هذه الخلاصة، أو كتبت هذه الخلاصة اللي شعرت بيها بعد رؤية كل المشاهد اللي بنشوفها على مدار الساعة لمدة 95 يوم النهاردة. فبنقول: سمعنا عن صبر أيوب ولم نراه، ولم نعرف ونستوعب الصبر ومعناه، مجرد ان احنا سمعنا في الآيات، سمعنا القصة، لكن ما شفناش يعني ايه ناس تصبر في مواقف وابتلاءات قوية جدا. يعني انا بقول انا ما اتحملهاش بلا مبالغة، يعني صعب جدا نتحمل كل هذا، ولكن احنا عايزين نستوعب بقى الصبر ومعناه. ورأينا صبر وائل الدحدوح وكل أهل غزة، وفهمنا وعرفنا الصبر ومعناه، رأيناه رأي العين، ودي ميزة طوفان الأقصى وطوفان الإسلام وتجديد الرسالة.
عايزين نفهم المعاني ونفهم عظمة الدين ونفهم إن ليه رب العالمين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. استيعاب الآيات من المشاهد واستحضار معاني جديدة ومشاعر جديدة عشان إن شاء الله تعالى يبقى كل واحد فينا عارف معنى كلمة الصبر. يا الله صبرا جميلا، فإن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، فإن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى الصبر الجميل لنا جميعا إن شاء الله تعالى، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والدينا وأهلينا وذريتنا وكل الطيبين والمستمعين والمتابعين معنا، وأهل غزة وأهل فلسطين الطيبين الصابرين المحتسبين، وكل أسرى المسلمين المظلومين وكل الطيبين يا رب يا رب. وجزاكم الله خير على صبركم معنا، وده صبر تاني عشان نستوعب ما يحدث، ويجب ان احنا نصبر على التعلم ديننا ومعرفة امور ديننا حتى اذا جاءت اللحظة نكون ان شاء الله تعالى على قدر من الصبر مثل اهل غزة جزاهم الله عنا كل الخير، نتعلم منهم كل ساعة وكل دقيقة كثير كثير من المعاني والمشاعر والمواقف التي يعني تغير كثير من حالنا وأفكارنا للخير إن شاء الله تعالى. فجزاهم الله عنا كل الخير وقادتهم العظام. ودايما بنستحضر كلمة أبو عبيدة جزاه الله عنا خيرا وكل قادة المقاومة الشرفاء، إنما هو جهاد نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي على خير إذا كان في العمر بقية. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.